في شأنه الفني يعاني الممثل يحيى محمد المعروف بنوردين بريقو الذي رسم الابتسامة على وجوه الجزائريين وأدخل البهجة على قلوبهم عبر الشاشة الصغيرة من خلال عدة أعمال فنية فكاهية له. الفنان يعاني حاليا في صمت ويحتاج لإعانة مادية من أجل الخضوع لعملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب. وصرح الفنان في ميكروفون النهار أنه لقي استعطافا كبيرا من طرف الجزائريين، لكنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من جمع مبلغ الذي يحتاجه في العملية والذي يقدر ب80 مليون سنتيم، كما طالب ذات الفنان السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة الثقافة والفنون بضرورة التدخل ورفع الغبن عنها. تفاصيل أكثر مع شريف مخلوف. الناس وقفت معايا عاونوني إن شاء الله، بقي حاجة قليلة جزاهم الله الخير، لأن هذا الحمد لله محسنين جزاهم الله خير. نتمنى إن شاء الله من مديرة وزارة الثقافة أن تعرض ملف الستاتيو تاع الفنان، لأن الفنان وحنا ما راناش بزاف في الجزائر، حنا عندنا 8000 تاع فنان ولا 9000، هذا اللي كاين نورمالمون هما يقوموا بهم. علاش معليش امتي كاشي وامتي دي بي صغيره مع الروتيرات وكل شيء، الفنان يمد ويبدع. لهذا نطوروا السينما الجزائريه، خاطر الا بقينا كيما هكذا نولوا مام حنا تولي عيد باكري. نتمنوا ان شاء الله ان نجحوا بالعمليه ان شاء الله ونرجعوا للميدان ونفرحوا الشعب الجزائري ان شاء الله ونكونوا